أكدت مصادر مقربة من الفنانة أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب إنه تم الطلاق بينهم بشكل رسمي، وأضافت المصادر إنه تم الطلاق لدى محامي شهير في المنيل، وده بعد رحلة ارتباط استمرت لسبع سنوات منذ أن بدأ العمل معا في فيلم زنقة ستات بطولة الفنان حسن الرداد. واتفق الثنائي على الطلاق خلال الأيام الماضية، تحديدا بعد انطلاق أغنية خطفت الرجالة بشهر ونصف بعد حدوث اختلاف في وجهة النظر حول بعض الأمور الخاصة، وتم الطلاق في هدوء تام دون مشكلات. وأثمر زواج الفنانة أيتن عامر من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب إنجاب طفلين هما أيتن ويوسف. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always